سلام، انا هبه الشرقي في مدرسه عبد الواحد المراكشي مدينه ولاد عزوز. انا في الافتتاح تاع كره السله، غادي نواكب الرياضه مع الدراسه. كنت نتمنى نكون مدربه، كنت نتمنى نكون شي بطله كبيره. السلام عليكم، انا معكم سميتي الياس بن محلة. انا كنقرا في المدرسه ديال عبد الواحد المراكشي اللي كاينه في ولاد عزوز. انا اللي جيت اليوم باش ندرب على كره السله ونولي لاعب كبير في القدام. اذا كان عندنا اليوم واحد تدشين ديال واحد الملعب ديال كره السله من طرف السيد العامل ديال الاقليم. بصفتي كمدير مؤسسه يعني الجمعيه ديال تيبي خدت من عندنا تلمدات ديال المستوى الثالث والرابع ديال المنطقه ديال ولاد عزوز. كاين المؤسسه ديال عبد الرحمن مراكشي، كاين المؤسسه ديال الشريف الادريسي، وكاين المؤسسه ديال الملكه الفاسي. اذا هذه الجمعيه هذه اقتصر الاختيار ديالها على المستويات يعني المتوسطه ديال المستوى الثالث والرابع، على اساس انهم غادي يبقاو مواكبينهم لمده 3 سنوات. هذا الاختيار هذا كيتعلموا منه الوليدات يعني سميتو القواعد ديال كره السله، كذلك كيديروا لهم انشطه مواكبه ديال التربيه على المواطنه وما الى ذلك. هذه كنعتبروا حنا واحد المبادره طيبه بالنسبه للمنطقه اللي كتعرف واحد الفراغ، الا بغينا نقولوا كلي في الاطار ديال هذه الانشطه هذه، لان الوليدات ما كيلقاوش فين يفرغوا الوقت الثالث ديالهم. فجات هذا الجمعيه هذه مشكوره ودارت هذه المبادره هذه اللي غتخلي الوليدات على انهم يكون عندهم إلمام بقواعد ديال واحد الرياضه اللي ربما بالنسبه لهم هم جديده، لانهم الرياضه الشعبيه عندهم هي كره القدم. هذه راه يفهموا فيها مزيان، ولكن بالنسبه للقواعد ديال كره السله يعني جابوا لهم اطور ديال الثانويات يعني اللي كيعملوا في الحوض باش يعلموهم هذه القواعد هذو، وباش ان شاء الله على انه يكونوا لنا ابطال اللي يعول عليهم المغرب ان شاء الله في المستقبل. اليوم السيد عامل الاقليم النواصر ووفد المرافق له كيعطي انطلاقه لمجموعه من المشاريع اللي هي مجموعه من المشاريع طبعا تنمويه ومندمجه اللي طبعا كتأدي الدور أهم للعنصر البشري، وهذا هو اللي جات به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المرحلة الثالثة ديالها، هو الاستثمار في العنصر البشري بدءا من الأجيال الصاعدة إلى الشباب، بل حتى إلى الأمهات. فيما يتعلق بالأجيال الصاعدة عندنا مشروع اللي قام السيد العامل بإعطاء انطلاقة ديالو ديال أجيال السعادة، اللي غادي يتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية منها كرة السلة بالإضافة إلى كرة قدم مصغرة وكرة المضرب، إلا أن هذين الملعبين الأخيرين هما اللي غادي تعطلهم اليوم الانطلاقة في طبعا البناء. هذا المركز اللي هو ديال أجيال السعادة غادي يكون فيه الفئة المستهدفة من 6 سنوات إلى 15 سنة. طبعا الشركاء عندنا في هذا المشروع ديال أجيال السعادة للأجيال الصاعدة بطبيعة الحال هي المبادرة الوطنية بصفة خاصة، بإضافة إلى جمعية تيبيو أفريكا، وأيضا تربية وطنية اللي غتمد هذا المشروع بالمستفيدين التلاميذ، وأيضا عندنا جماعة ولاد عزوز اللي قدمت طبعا هذا المقر لخدمة هذه الفئة المستهدفة. أما فيما يتعلق بالمشروع الآخر اللي هو طبعا منصة الشباب اللي هي لتكوين وإدماج الشباب من 18 سنة فما فوق، كنشوفوا على أنه سوف يعني يتم أيضا إعطاء الانطلاقة أو لتم إعطاء الانطلاقة أيضا لمشروع لبناء مركز عفوا لبناء ملعب للكرة كرة القدم المصغرة المعشوشب، بالإضافة إلى واحد القاعة اللي غتكون خاصة للأمهات لهاد المستفيدين هادو لتحسيسهم ومواكبتهم
في مجموعه من المشاريع اللي عندهم اللي يمكن لهم يقوموا بها. اذا هذا يعني الصوره يعني العامه لهذه المشاريع اللي هي قام السيد العامل وعطى انطلاقه ديالها يعني اليوم، يعني كتبرهن يعني الدور الاساسي والهدف الاسمى للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي هي الاستثمار في العنصر البشري من يعني السن المبكر الى يعني الشباب، بل حتى الامهات لهؤلاء الشباب. وفي هذا الإطار كما تم توزيع 20 حاسوب على 20 مستفيدين اللي هما خضعوا للتكوين لمدة هاد السنة هذه، واللي إن شاء الله غادي يتم الإدماج ديالهم في سوق الشغل. اليوم هو يوم كبير في هذه المنطقة القروية ديال ولاد عزوز بدعم فعلي من عامل صاحب جلالة الملك ناصر عوله وأيده إقليم نواصر، وأيضا بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. سنعطيو انطلاقه لواحد المركز متعدد الرياضات، كرة القدم، كرة المضرب، وكرة السلة، ليعطي الفرصة ل 700 طفل وطفلة باش يمارسوا الرياضة بشكل منتظم، وأيضا يطوروا عن طريق الورشات الرياضية ديال النشاط البدني والممارسة الرياضية عدة مهارات تقنية فكرية واجتماعية، وأيضا يشاركوا في عدة ورشات ديال تعلم اللغات الأجنبية، وأيضا الستيم العلوم التكنولوجيا والرياضيات اللي يخليوهم يتعلموا ويطوروا مهارات ديال الحياة اللي تنفعهم كل يوم في العائلة ديالهم، في المدرسة ديالهم، في الحي ديالهم. وأيضا هادشي كامل يتعلموا الأطفال يخليوهم يتعلموا واحد التقنيات واحد المهارات اللي يخليهم يولجوا لسوق الشغل إن شاء الله ما يكبروا بواحد الطريقة اللي هي أسهل.